الآن أصبحت الصورة واضحة اقتصاديا. تحدثنا عبر CNBC طوال فترة الأزمة المالية، واستطعنا أن نصنع وجهات نظر بعضها يمكن قد فشل وبعضها لا زال يحافظ على قيمته وعلى صحته. يعني كنا نتحدث أنه في 2009 أنه مشكلة الأسواق حلت، ولكن مشكلة الماليات العامة والاقتصادات هي في اتجاه التفاقم، وهذا بدأ واضحا من خلال مراقبة المؤشرات الأساسية للاقتصادات، معدل البطالة، العجز في الميزانية. هذه الأمور كانت توحي وتنبئ أن القادمة والأعوام القادمة من بعد 2009 تشير إلى مزيد من الصعوبات، وهو اليوم ما نشاهده. يعني التحديات التي تواجهها الاقتصادات اليوم بسبب العجوزات الحكومية في الماليات التي لديها، نحن نتحدث عن ضريبة ثمن إنقاذ الأسواق على حساب ديون هائلة تحملتها الحكومات، وهو اليوم جاء وقت السداد ووقت دفع الثمن. صحيح تعالجت الأسواق، ولكن لم تتعافى الاقتصادات، على العكس تماما. زادت معدلات البطالة، زادت معدلات العجوزات، زاد العجز في ميزان المدفوعات، زاد العجز في الحساب الجاري. الأمور لم تعد مشجعة. الحلول التي تبقت للإنقاذ تقريبا شبه تلاشت، وبالتالي لابد من تلقي الصدمة والدخول في أو الاعتراف رسميا من قبل الاقتصادات بالتحول الذي كان يتحدث عنه محمد العريان وكثير من الاقتصاديين الكبار حول مسألة حلول أو توجه أو احتلال الاقتصاد الصيني والتركي والهندي والبرازيلي لمساحاتهم ولقوتهم اقتصاديا عالميا. وهذا عبد الأمر الحميد، هو أين اليوم أين أين اقتصاد المنطقة الآن مما يدور في العالم الغربي تحديدا، وكيف تقارن الآن وضعية المنطقة في مواجهة أي تداعيات بالحال التي كانت عليه طبعا قبل 3 سنوات؟ يعني سبتمبر 2008 لم تكن المنطقة هنا مهيئة لأزمة مالية واقتصادية عالمية، ولم تكن الأوضاع حتى هنا يعني حتى يمكن تنظر إلى وقوع أزمة كما هو عليه الحال الآن. بالنسبة للاقتصاد السعودي، إذا حدثت أزمة موجودة اليوم، حدثت أزمة فرضنا، وأصبحت الأمور خلاص تحققت أنه الأزمة الأوروبية أو أزمة دول منطقة اليورو أصبحت واقع، وبالتالي ستنفجر، وبالتالي ستحدث انتقال عدوى، نأخذها خطوة خطوة. بالنسبة للتبادل التجاري بين المملكة ومنطقة اليورو، تقريبا عشر الصادرات النفطية من السعودية المكررة تذهب إلى تقريبا منطقة اليورو. منطقة اليورو هذه تقريبا تؤثر بدون شك على صادرات المملكة، ولكن هناك انتقال غير مباشر أو عدوى غير مباشرة ستحدث من خلال التبادل التجاري اللي يصل إلى أكثر من 20% بين الاقتصاد منطقة اليورو مع الولايات المتحدة، اللي هي يمكن الشريك التجاري والاستثماري الأكبر بالنسبة للمملكة. صحيح. ولدول الخليج. فإذا حدثت مثل هذه السيناريوهات، بالتأكيد أنه العدوى ستنتقل بقوة كما انتقلت من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بدورها ستنتقل أيضا إلى دول منطقة الخليج وإلى المملكة العربية السعودية تحديدا، وهذا سيقلص طبعا من مداخيل النفط، وسيؤثر على السياسة المالية التي هي اليوم تعتبر هي الأساس للأوضاع الاقتصادية الجيدة اللي نتمتع فيها، وهي تقريبا اللي مثلت أكثر من 42 إلى 40% طوال من حجم الاقتصاد السعودي طوال فترة الأزمة. ففي حال كان هذا السند الأساسي الذي دعم الاقتصاد السعودي ودعم الاستقرار الاقتصادي تعرض إلى انخفاض في دخله، بالتالي بدون شك أنه هذا سيؤثر على التوجهات الاقتصاد. نعم. هذا من جانب السلبي، لكن من جانب الإيجابي، إذا حدث أنه هناك مع التذبذبات الحادة اللي تدخلها الأسواق في الخارج، أن يحدث هناك عودة عكسية للاستثمارات السعودية. نتحدث عن أرقام قريبة من تقريبا تصل إلى حدود 400 مليار. نعم. ريال. إذا حدث وعادت قد تنعش الاقتصاد وتنعش الأسواق لدينا، وهذا حدث هذا الجزء بالتحديد حدث ما يشبه في عام 2007. نعم. حينما عادت تقريبا حدود 55 مليار إلى 60 مليار في ذلك الوقت، أنعشت سوق الأسهم. نعم. السعودية بارتفاعات وصلت إلى 45%. طيب. هذا